للمشاركة في القناة اضغط على زر الاشتراك ثم على الجرس لتتوصل بكل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط على الإعجاب، وشكرا. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات النجوم. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معنا نحضروا كيكة ديال الخوخ اللي كتجي رائعة وبطريقة جد سهلة وبسيطة. كنتمنى تعجبكم الحلقة اليوم، والان خليكم مع الطريقة ديال التحضير. بالنسبة للطريقة والمقادير، كناخدو واحد الاناء كنوضعو فيه 5 ديال البيضات، 250 غرام ديال السكر سنيدة، 1 كنخلط كل شيء مزيان. وهنايا بعد ما خدمنا البيض مع السكر مزيان، كنضيفوا 100 مليلتر ديال الزيت النباتيه او كاس صغير ديال الزيت، وكنضيفوا واحد شويه ديال الملحه، وكنرجع نخلط كل شيء مزيان. هنا بعد ما خلط كل شيء مزيان، كنضيفوا جوج معالق كبار ديال الحليب المجفف او 20 غرام ديال الحليب المجفف، كنضيفوا الخليط. ايضا عندي هنا 16 غرام ديال خميرة الحلوى، وعندي هنا 250 غرام ديال الدقيق، كنجي وكنخلط كل شيء مزيان. من بعد ما خلطت كل شيء مزيان، كناخدو القالب اللي غيدخل لينا الفران. انا هنا دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بالدقيق. الان كنخوي الخليط ديالي في القالب، هنا بعد ما خويت الخليط ديالي في القالب. بالنسبه للتزيين، كنحتاجو هنايا عندي علبه ديال الخوخ المعلب، ايضا عندي هنايا شويه ديال الرقائق ديال اللوز، هادو بالنسبه للتزيين. الان كناخدو الخوخ من بعد ما قطعته شرائح لهذا الشكل، هذا كنعملو في وسط الكيك ديالنا، والان كناخدو شويه ديال الرقائق ديال اللوز وكنعملوهم فوق الخوخ على هذا الشكل. والان مباشره كندخلو الكيك ديالنا للفران. الان بعد ما طابت الكيكه، كنخرجوها للفران وكنخليوها حتى كتبرد مزيان. من بعد كندهنوا الوجه ديالها بالكونفيتور ديال الخوخ. يمكنكم ايضا تستعملوا سكر كلاصي، كيبقى الاختيار ديالكم. بالنسبه للقياس ديال القالب، انا نسيت ما قلت لكم شي، القياس عندي 30 سنتيم ديال القالب. ايضا كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه اليوم، وكنتمنى ايضا تمنى اشتراك اللي باقي ما شاركش معنا في قناه حلويات النجوم، وايضا انكم تزوروا القناه الجديده لاكلات مع الشيف عادل. كنتمنى لكم كل خير، والان خليكم على خير. بالسلام عليكم.